الرحيم رشيد الربيب مدير منطقه مهرجان تنظم هذا المهرجان في اطار الاحتفال بالذكرى 14 لميلاد الامير الحسن. وهذه المناسبه هذه تبدات بالتنسيق مع جمعيه نواصي الخير مهرجان تابلان. هذا المهرجان هذا اللي هو كاضافه نوعيه للانشطه الثقافيه والرياضيه اللي كتبدو في جامعه المدينه. الغايه من هذا المهرجان هو التواصل الموروث الثقافي واحياء التراث هذا اللي كان في التاريخ انه كان في هذه المدينه العريقه. لان هذا الفن هذا ماشي غريب على هذه المدينه هذه. وعندنا في المهرجان اللي غيكون ان شاء الله افتتاح اليوم غد بعد صلاه العصر يعني في 5:30 اللي غيشرف عليه افتتاح السيد عمي. غيكون عندنا مشاركه ديال 9 ديال الصربات كل الاغلبيه ديالهم اقليميه بالاضافه الى صربه من اكادير، صربتان من اكادير وصربه من المسا. غتدخلنا لواحد المجموعه ديال الفقرات الترفيهيه والتنشيطيه في طيله هاد الثلاث ايام. غيكون موازاه فرق التنشيط اللي غتكون في موازاه مع الطبوريطه غيكون التنشيط الثقافي التراث المحلي اللي كتزخر به هذه المدينه. وخصنا كذلك يوم الاحد من 10:00 الى الساعه 12:00 بعد الزوال صبحيه لفائده الاطفال غيكون فيها تنشيط بهلواني. وغيتخصص غنوجدوا واحد المجموعه ديال الفرسان اللي يمكن الناس يلتقطوا بهم صور للتذكار مع هذا الحدث هذا اللي كنتمناو انه هذا الحدث هذا غيكون ان شاء الله الرحمن الرحيم هو تاسيس من اجل تنظيم مهرجان اللي غيكون ذات بعد وطني ان شاء الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم ابراهيم الجيزان مقدم ديال الصفه جمعيه نوار ممثله لبلديه سبت كلدان. الحمد لله هذه اول مباراه كنلقى في المهرجان، كانت البدايه موفقه وكنتمنوا انها تكون ناجحه ان شاء الله 100%. وجميع الفرق والمشاركات استحسنت هذه المبادره واللي هي اول مبادره في الاقليم في البلدان. من زمان ما شفنا بحال هاد التظاهرات ديال الطبوريطه وركوب الخيل. والحمد لله الان كفرديه هذا هو التنفس ديالنا الوحيد اللي كنلقاو فيه راحتنا وكان كهوايه ديالنا وكل شيء. احنا الحمد لله هذه مبادره جيده وكنتمنى انها تكون عندها حسن الظن ديال سكنه الفردات والاقليم بصفه عامه.